مشاهدينا، ولواقع أقرب عن الموصل بعد التحرير ينضم إلينا من هناك موفد الحرة أحمد عرام. أحمد، هل لك أن تطلعنا على أبرز الصور والأحداث والأجواء حيث أنت في الموصل بعد مرور يومين على التحرير؟ نعم زينة، في الوقت الذي يحتفل أهالي الموصل بجانبيه الأيمن والأيسر بتحرير كامل مدينة الموصل، أنهى جهاز مكافحة الإرهاب اليوم تطهير كامل منطقة الإقليعات وبعض المباني التي كان يختبئ فيها عناصر من تنظيم داعش، حيث أجبر هؤلاء العناصر على عشرات منهم على تسليم أنفسهم إلى جهاز مكافحة الإرهاب. للمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع معي أبرز قيادات جهاز مكافحة الإرهاب، الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي. سيادة الفريق، هل فعلا انتهت هذه العمليات؟ كيف تمت عملية تسليم أنفسهم لعناصر تنظيم داعش؟ مرحبا بكم وبمشاهديكم الكرام. نعم، أنهى جهاز مكافحة الإرهاب عملية التفتيش والتطهير في المدينة القديمة بشكل عام، وتم إلقاء القبض على عدد كبير من الدواعش من جنسيات عربية ومن جنسيات أجنبية، وقسم من عتهم هم وعوائلهم، وقسم أيضا نعم سلم نفسه وهم الآن موجودين وسيتم إحالتهم إلى القضاء العراقي. بالنسبة للعوائل تم ترحيلهم، بالنسبة للنساء للأطفال؟ يعني العوائل هذا بحث آخر، لكن هناك دواعش هم وعوائلهم، يعني هناك شيشاني وزوجته أيضا شيشانية، وهناك سوري وزوجته سورية، يعني من جنسيات مختلفة، يعني هو وزوجته هو وعائلته وأطفاله. سيادة الفريق، لم تجدوا رهائن أو لم تجدوا مدنيين أيضا كانوا محتجزين؟ يعني في قاطع جهاز مكافحة الإرهاب للأسف لم نعثر على أي محتجز أو سجين كان لدى المجاميع الإرهابية. عملية التفتيش والتطهير تمت في كل المنازل من منزل إلى منزل، لم يبقى منزل لم يتم تطهيره وتفتيشه، فلم نعثر على أي محتجز كان لدى المجاميع الإرهابية. إذن اليوم من خلال قناة الحرة نستطيع أن نعلن أن جميع القواطع التي تحت إشراف وإمرة جهاز مكافحة الإرهاب قد انتهت بالكامل. لا، هي يعني منذ إعلان القائد العام للقوات المسلحة هي منتهية، لكنه في بعض الأحيان تحتاج إلى تفتيش وتطهير، وأيضا في المناطق الأخرى والقواطع يعني هذه المسؤولية أيضا مسؤولية كل القطاعات المتواجدة، تحتاج إلى تفتيش، تحتاج إلى تطهير لوجود عدد كبير من مخابئ الأسلحة، ربما تكون هناك عبوات ناسفة، ربما تكون هناك عجلات مفخخة، يعني أو ربما يتواجد بعض الإرهابيين ممكن المختبئين في سراديب أو في منازل مدمرة. نعم، هذا وارد جدا. سيادة الفريق، سؤال الذي يتبادر إلى ذهن المواطنين أيضا والمشاهدين، ماذا بعد هذه العمليات؟ هل ستوكل إليكم مهام جديدة؟ هل ستنسحب؟ إلى من يسلم الساحل الأيمن؟ طبعا واضح أنه المناطق المتبقية لا زالت تحت سيطرة داعش، هي اللعفر والحويجة والساحل الأيسر من الشرقاط، وراوة وعانة وقائم. الأسبقية يحددها القائد العام للقوات المسلحة، ونحن في جهاز مكافحة الإرهاب جاهزون لتنفيذ أي واجب. أما الشق الثاني من سؤالك، بالتأكيد قيادة العمليات المشتركة أعدت الخطة والخطة جاهزة لتسليم القطاعات وتخصيص القطاعات للسيطرة على مدينة الموصل بالكامل. شكرا جزيلا سيادة الفريق. نعم زينة، وعند سؤالنا لقائد الشرطة المحلية في الموصل أكد أنه سيقوم باستلام مهام بالإضافة إلى قطاعات من الحشد الشعبي من أبناء مدينة الموصل، سيستلمون مسؤولية حماية الأمن وتوفير الأمن في الجانب الأيمن، كما وعد محافظ نينوى أيضا بسرعة إنجاز وإعادة إعمار هذه المناطق من أجل عودة النازحين إليها بعد انتهاء المعارك وتمشيط كامل المدينة وخلوها من عناصر تنظيم داعش. المعوق الأساسي لعودة النازحين هو عدم توفر الخدمات في هذا الساحل، أما الساحل الأيسر فهو يعيشون حياة طبيعية ويحتفلون بتحقيق النصر الكامل وتحرير مدينتهم الكامل، والأسواق تفتح هناك، لكن يأملون في الجانب الأيمن أن تعاد الحياة إلى هذا الجانب أيضا بتوفير الخدمات، أن تتكاتف جميعهم، نادوا وطالبوا جميع الوزارات أن تتكاتف جهودها بالسرعة الممكنة من أجل إعادة الحياة إلى الجانب الأيمن ليتمكن النازحون من العودة إلى ديارهم. نعم، كنت معنا مباشرة من الموصل موفد الحرة أحمد عرام، شكرا جزيلا لك ولضيفك الكريم.